دبي محللة أول أسواق مالية في إيكوتي جروب الأستاذة لينا قنوع. صباح الخير أستاذة لينا. بداية يعني قرار الفيدرالي الأمريكي كان وفق التوقعات برفع ربع نقطة مئوية، بالمجمل كيف تعاملت سوق العملات مع هذا القرار إن كان ارتفاعا أو انخفاضا؟ صباح النور. بالنسبة لقرار الفدرالي الأمريكي الذي جاء كما هو متوقع بقيام الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، مع توقعات أن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في كل اجتماع له، يعني نتحدث عن 6 مرات في عام 2022 في هذا العام لكبح ارتفاع التضخم المرتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تحدث جيروم باول أن النمو الاقتصادي يعني ربما خفض توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي المتوقع ب 2.18%، رفع توقعاته للتضخم ب 4.20%، أن يكون هناك رفع. قال لا داعي للقلق من رفع أسعار الفائدة وتأثيراتها على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ربما يكون يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة. بنعرف المستويات المستهدفة للفدرالي الأمريكي 2%. الأسواق يظهر أنه خاصة مؤشر الدولار الأمريكي قد تم المتداولين يعني بتسعيره قبل ذلك. كنا نتحدث عن القرار بالفعل سيكون برفع أسعار فائدة 25 نقطة أساس، وشفنا كيف ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته من مايو 2020. شفنا الارتفاعات اللي وصل إليه عند 99.41 لامسها، لكن عدنا وتراجعنا نتيجة عملية التسعير التي قام بها المتداولين. طبعا عم نشوف اليورو على ارتفاع ب 1.10 بعد ما شفنا كيف التراجعات وبعد الغزو الروسي أو الهجوم الروسي على أوكرانيا، وشفنا كيف تراجعنا وصلنا إلى مستويات 1.8 ثم عدنا للارتفاع. يظهر أنه هناك تسعير من منطقة من قبل المتداولين أنه نتيجة ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو اللي وصل 5.18%، أن يكون هناك تجديد للسياسة النقدية قبل نهاية العام، يعني تبعا لما عم تقوم به البنوك المركزية الأخرى وخاصة الفدرالي الأمريكي. ممكن نشوف شوف مستويات 1.12 على المدى القصير، لكن عموما اليورو في اتجاه هابط. لا ننسى انه يعني هناك ترقب للتوصل الى حلول دبلوماسيه بين روسيا واوكرانيا. وطبعا يعني لينا تحديدا في هذه النقطة يعني الأكثر تأثيرا، يعني التسعير كما تفضلت كان مسبق حول يعني قرارات الفيدرال الأمريكي، كان من المتوقع الربع نقطة نقطة أساس، وأيضا التسعير تم على ذلك. إذن أيهما أكثر تأثيرا على أداء أسواق العملات الآن، الأحداث الجيوسياسية أم قرارات الفيدرالي، وتحديدا فيما يتعلق بتكرار عملية رفع الفائدة خلال هذا العام تقريبا 6 مرات كما أصرح جيروم باول؟ نعم بالفعل لا نستطيع أن نقول من هو الأكثر تأثيرا، لكن عندما نقول هناك في تهدئة لحلول أي دبلوماسية لن يكون لها يعني سيكون هناك تهدئة لأسواق العملات، ف يعني لن يؤثر على منطقة اليورو، لأن منطقة اليورو متأثرة بشكل كبير من خلال شركتها وعلاقتها التجارية مع روسيا وأيضا بريطانيا. لكن رفع أسعار الفائدة وعدة مرات سوف بالفعل سوف يؤثر بالارتفاع على مؤشر الدولار الأمريكي. رح نشوف مؤشر الدولار الأمريكي في يعني رح يكون في قوة وإيجابية، لأن رفع أسعار فائدة فهو مؤثر إيجابي على مؤشر الدولار الأمريكي، وراح يكون تأثيرات طبعا على الذهب. لا ننسى أريد أن نوه أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم تشوفها على تراجع، وهذا عم بيخلي أنه عم نشوف كيف أنه مثلا الملاذات الآمنة كالذهب عم تستفيد بها الفترة المؤقتة، لكن رفع أسعار الفائدة لن يصب بصالح أسعار الذهب، والتهدئة طبعا من قبل أوكرانيا وروسيا.
وأود بالذكر أنه منحنى العائد عم نشوفه كيف أنه مسطح، يعني ماذا يعني ذلك؟ أنه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتالي القصيرة الأجل هي ربما أعلى من عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل اللي عم نحكيها عن 10 سنوات، ويظهر أنه منحنى العائد على سندات 5 سنوات هو أعلى من منحنى العائد على سندات طويلة الأجل. هذا بيخلي أنه هناك مخاوف معناتها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بيأثر على تباطؤ الاقتصاد العالمي، لأني لازم يكون أنه دائما منحنى العائد الطويل الأجل هو دائما أعلى من عوائد السندات القصيرة الأجل. فهذا عم بتتخوف الأسواق ممكن أنه من رفع أسعار فائدة وإعاقته للنمو الاقتصادي العالمي. نعم، يعني لينا فيما يتعلق بقرارات البنوك المركزية المرتقبة الأخرى غير الفيدرال الأمريكي، من المتوقع أن يكون هناك اجتماع لبنك إنجلترا اليوم، أيضا الحديث عن قرارات مرتقبة تتعلق في إنجلترا، أيضا عن العملات، يعني الملاذات الآمنة الآن خف الطلب عليها نوعا ما، هل أصبح الطلب مبدئيا على أداء الدولار أكثر في ظل هذه القرارات المرتقبة من البنوك المركزية؟ نعم، بالنسبة لي عم نترقب طبعا كما ذكرت بنك إنجلترا المركزي قراره، ربما يكون هناك تجديد للسياسة النقدية احتمال، لكن في حالة حذر سوف، يعني حالة الحذر نحن نشوف كيف تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على بريطانيا، وخاصة مع ارتفاع التضخم بشكل كبير. نحن عم نتحدث عن بريطانيا ب 5.15%، قام بالفترة الأولى برفعين متتاليين بنك إنجلترا المركزي، نشوف هل هناك مخاوف أو حذر سيكون من قبل بنك إنجلترا المركزي حول رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم حيال المخاوف من الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا تتحدث عن الملاذات الآمنة مثل الين الياباني، مثل الفرنك السويسري، طبعا شفنا كيف الثقة كانت بأسواق الأسهم بشكل كبير، وشفنا أسواق وول ستريت ارتفعت بشكل كبير يوم أمس، وهذا طبعا بيخلي أنه الابتعاد عن الين الياباني كعملة تزويد للمتاجرة، وبالتالي نحن عم نشوف كيف الدولار مقابل الين الياباني ما زال على ارتفاع. نحن عم نتحدث عن 118، ربما نشوف مستويات أعلى من ذلك، نحن نتحدث عن 119-120 نشوفها في الفترة القريبة من الدولار الأمريكي للين الياباني. شفنا كيف الين الياباني انخفض لأدنى مستوياته في عدة سنوات، في 5 سنوات من عام 2017. طبعا الآن عم تحكم هذا الشيء أنه البنك المركزي الياباني أو فروقات البنوك المركزية حول تجديد السياسة النقدية. بدأ الفدرالي الأمريكي برفع أسعار فائدة، بنوك مركزية حول العالم بلشت أنه ترفع أسعار فائدة، البنك المركزي الياباني ليس من الضروري أن يقوم برفع أسعار فائدة، ما زال مستمر بسياسته وبإجراءاته التسهيلية راح تدعم النمو الاقتصادي في اليابان، وخاصة أن التضخم ليس مرتفع كبير بشكل عام. نحن نتحدث عن التضخم باليابان ب 0.15%، بتوقع أنه نشوف ضغط على الملاذات الآمنة وخصوصا على الين الياباني بهذه الفترة، وخاصة أنه في قوة هي الدولار الأمريكي اللي عم نشوفها مع رفع أسعار فائدة سوف يضغط على العملات الأخرى. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.